يعملون في الليل من أجل أن يحموا النهار. أولئك الأبطال من يكافح الأشرار. الأبطال المقنعين نحن الأبطال. وبحلول الليل نحارب الأشرار ونقضي عليهم. ليس في ذلك خيار. الأبطال المقنعين نحن الأبطال. أبطال بلباس النوم. الفتى القط وقبة لونا. انظرا، أقوم بحركة الرشاش. سأقوم بحركة الموجة. انظرا إلى هذا الرجل الآلي، أيذكركما بشيء؟ أنا أحبك روميو. انتظرا حتى يرى الجميع حركاتنا الراقصة غدا. لا أستطيع الانتظار، حتى إنني ابتكرت حركة خاصة. إنها الإعصار الدوار. الإعصار ماذا؟ رأيتها على التلفاز هكذا. إنها رائعة، كيف تفعلينها؟ ارفع الأطراف أصابعك وارفع ساقاً واحدة ومد ذراعيك ودال. دورك. ارفع ساقاً واحدة، مد ذراعيك و اسمعوني جيداً، هذا ليس مضحكاً. ليست حركة جيدة. بلى، لكنك تحتاج إلى التمرين. لدي حركات رائعة، لا أحتاج هذه، ولا أريد التعرض للسخرية. عبث لونا، لا أصدق. إنها دعوة من الفتاة لونا. مستعدون لحفلة لونا؟ احضروا أحذية الرقص ووافوني خارج مقركم الرئيسي الليلة. دعتنا إلى حفلتها الراقصة. حسناً، هذه لفتة جميلة. ربما تشعر بالسوء لأفعالها الشريرة وتريد إصلاح الأمر. الحفلة الراقصة ستكون ممتعة، سنتمكن من أداء حركاتنا كالإعصار الدوار. كونر، لا أظن ذلك. حفلة صاخبة، يبدو الأمر مريباً. لهذا السبب علينا الذهاب لنكتشف خطتها. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى يتحول غريغ إلى زاحف. أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، هزوا أجسادكم على حلبة الرقص. بدأت الفتاة لونا الحفلة، هيا بنا، هيا. شكراً على الدعوة يا لونا. أهلاً بكم في حفلتي. مهلاً، هذه مكبرات الصوت الخاصة بالمدرسة. أجل، هل استعرتها من المدرسة؟ لم أستعرها، بل سرقتها من أجل حفلتنا. أهلاً بكم أيها المزعجون. تحدثي جيداً مع الضيوف. ضيوف؟ لا، يمكن للضيوف المغادرة بأي وقت، لكن أنتم الحقيقة ستفهمون قصدي بعد أن تروا هذا. ماذا؟ وقعتم في الفخ أيها المقنعون المزعجون، ولن تخرجوا من قبة لونا أبداً. ظننتك تريدين إصلاح الأمور. لا، أعتذر، وهذه القبة تحيط بكم وتغطيكم من الأعلى وحتى مسافة بعيدة جداً. وبينما أنتم محاصرون، سأخذ كل معدات الحفل المدرسي الراقص. ماذا؟ لا أريد أن يستمتع أحد غيري بالحفل الراقص، سأكون الوحيدة في حفل الراقص. غير معقول، ستلغى مسابقة الرقص إن سرقت كل المعدات، ولن نؤدي حركاتنا. خسارة، كنت أرغب بتأدية حركة الرجل الآلي. لن ندع الفتاة لونا تفسد بهجة الجميع أبداً، علينا الخروج من هنا. سأتولى الأمر. عضلات الزاحف الخارقة. لا يمكنني تحريكه. لا أستطيع الخروج. قالت إن القبة تمتد حتى القاع، لن نخرج من تحت. إلا إن قمت بحركة الدوران الخارقة لتشكل نفقاً أسفل القبة. فكرة
فكرة رائعة، ستكون بمثابة حركة الأعصار دوار الراقصة. أظنها كذلك تقريبا. تحتاج للقليل من التمرين. لا أريد أن أخفق مجددا، كان ذلك محرجا، لنجد فكرة أخرى. ستكون بخير، سنريك إياها. هيا خف على رؤوس أصابعك، ارفع ساقك، والآن دل. لكن قم بذلك بسرعة الفتى القط. حسنا. هذا مضحك أيها الفتى القط، مؤسف أنك لن تتمكن من عرض حركاتك في حفلتي. وكيف ستكتمل الحفلة دون هذا؟ سوف نوقفك لونا. ليس وأنتم محتجزون داخل تلك القبة. وداعا أيها المقنعون. تمتد قبة لونا إلى الأسفل، ربما عليكما تنفيذ حركة الإعصار الدوار. لن ننجح، أنت الوحيد القادر على الدوران بسرعة لتشكيل نفق يقودنا أسفل القبة. سوف نجد طريقة أخرى. حسنا، سنركض باتجاه القبة، لا يمكن أن تصمد أمام قوانا مجتمعة. 1، 2، 3، انطلاق! عضلات الزاهد الخارقة! رياح البومة! قفزة القط الخارقة! حركات رائعة أيها المقنعون، ألستم مستعدين للحفلة؟ لأنني مستعدة، أحب البالونات وخاصة إن كانت لغيري. جرب حركة الإعصار الدوار وثق من قدرتك. أيها الفتى القط، ألم يبقى لديك حركات جديدة؟ أو لا، نسيت، لا تستطيع. أما أنا أستطيع. يا إلهي، لن نخرج من هنا أبداً. إلا إن خرج الفتى القط ب... فكرة جديدة، وقد فعلت. لا يمكنني تنفيذ الحركة، لكنني أملك سرعة القط. سأركض حول القبة بسرعة فائقة كفيلة برفعها عالياً. يصل الفتى القط إلى سرعته القصوى. الفتى القط عاجز عن الاستمرار. هل قمتم بحركة اهتزازية؟ لقد ساعدتم في تشغيل أضواء القمر. أضواء جميلة وزينة جميلة أيضا. الأجواء تتحسن أكثر فأكثر بالنسبة لي طبعا وليس لكم. أعلم أنك لا تريد ذلك، ولكن مستحيل، سأتعرض للسخرية. لدي خطة جيدة الآن. حسناً اسمعا، سنطلق الكرات ثم قذيفة القط، وسنخترق القبة بالتأكيد. الكرات الذهبية، القذيفة. انتهت الحفلة أيتها الفتاة. اقذف اقذف. ما الذي يحدث؟ هذا كابوس، انظر، سينهار المقر الرئيس بسبب الكرات. أنا آسف، أردت أن نخرج من هنا لكنني زدت الأمور سوءاً. الآن ستلغى مسابقة الرقص ولن تتمكن من العرض. هناك حركة واحدة ستنقذ الموقف، وهي حركتك أنت. أجل، الأسفل هو طريق الخروج الوحيد، والأسرع في الحفر بيننا هو أنت. أعلم، كان علي الإصغاء بشأن حركة الإعصار الدوار. محقان. حسناً، ماذا لو أخفق؟ لن أخذلكما. حان وقت البطولة. هيا أيها القط، انطلق. واو. لقد نجحت على الأقل في إضحاكي. حصلت على المنصة. مسابقة الرقص في خطر الآن، وأنا سأحل المشكلة، لا يهمني مهما بدأت سخيفا. عليك المشاركة في برنامج هزلي. ما عليك أيها القط، كنت بحاجة إلى الاغتسال. سخيف أم لا، سأنفذ الحركة. الإعصار الدوار. ماذا؟ أحسنت، نجحت. لننقذ المسابقة.
تعلمين؟ لديك حس رائع بالإيقاع. حقاً؟ أتعني ما تقول؟ أعني ذلك، أرينا حركاتك، اقفزي ثم اختمي بحركة الإعصار الدوار. آه أجل، أحب ذلك. انظري إليهما، الفتى القط بارع في أداء حركة الدوران. لنعد المعدات إلى المدرسة. الفتاة الأولى تستمتع بوقتها، وعلى الأرجح لن تمانع ذلك. لنهتف معاً نحن المقنعون، أنقذنا الحفلة والناس نائمون. تحسن أداؤك فعلاً. شكراً. واو، حركة رائعة كونار. أظنني تعثرت. أو تعلمون، سأسميها الانزلاقة الدورانية الشهيرة. تدور، تتعثر، تستمر بالدوران. أتريدون التجربة؟ أجل أنا. مستعدون؟ الزاحف وصخرة الطاقة. كونغ فو؟ أجل، وجدته على الطاولة، مليء بقصص رائعة عن معلم الكونغ فو. انظرا إلى كتابي، يتحدث عن أقوى الرياضيين في العالم. واو. ليس هذا فقط، انظرا إلى كل الأشياء التي فازوا بها، جوائز، كؤوس، ميداليات. هاي، ربما سأفوز بميدالية يوما ما. ربما لا توجد جائزة لقوات الزاحف الخارقة. هيا لنقرأ في الحديقة. لو أمكنني الفوز بشيء لأثبت أنني قوي. غريك؟ ماذا حدث لأعمدة الإنارة؟ إنها مثنية كلياً. واو، لابد أن الشخص الذي فعل هذا قوي. ربما زاحف، لكنه لن يحصل على جائزة. ثني الأعمدة خطأ. من فعلها؟ لنحصل على الإجابات. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الوطن والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة، حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى روما. أجل. يتحول غريغ إلى يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار إلى مركبة الزاحف. صديقي انظرا هناك، احترسا. صخرة تتدهرج في المدينة. قلت أسرع يا محاربي النينجا الكسالى، هناك صخرة علي تحطيمها. نينجا الليل، ما الذي يخطط له؟ لا بد أن أحطمها، لا شيء يقف في وجه لكمة الثلاثية القوية. أتتمرن على حركة رقص جديدة؟ لم تحذر هذه المرة. أيها المقنعون المزعجون، أنتم لا تملكون فكرة عما لدي، صحيح؟ صخرة كبيرة عملاقة؟ ليست مجرد صخرة عادية، محاربو النينجا أحضروها إلى هنا من معبد قديم أعلى الجبل على بعد آلاف الأميال. إنها صخرة الطاقة القصوى. صخرة الطاقة القصوى؟ قرأت عنها في كتاب الكونغ فو، هناك أسطورة حولها تقول فيها وسام ثمين جدا كهذا. إنها كالميدالية. إنه وسام وليس ميدالية، والبطل الأقوى فقط هو من يحطم الصخرة ليحصل عليه، وأقصد بالبطل الأقوى أنا. البطل الأقوى؟ لكنك لست بطلاً حتى. انتظروا لتروا ذلك الوسام حول عنقي، واضحكوا على ذلك. إلى
إذن وسام للبطل الخارق، ها؟ إن حصلت عليه سيعرف الجميع أنني كنت الأقوى. زاحف، عن ماذا تتحدث؟ ماذا لو حطمت الصخرة؟ عندها لن يحصل على الوسام، أنا سأحصل عليه وأضعه كالرياضيين في الكتاب. استخدموا مهارات الكونغ فو يا محاربي النينجا. اضربوا بقوة أكبر، هكذا. هيا. لست قويا بما يكفي نينجا، لكنني متأكد أنني أقوى. زاحف توقف، لكن إن حطمت الصخرة وحصلت على الوسام سيكف نينجا الليل عن المحاولة وتحطيم الأشياء. في أحلامك أيها الزاحف الأحمق. محاربي النينجا، تحرجوا تلك الصخرة. استمروا، سنحطمها في النهاية. إن استمر بدحرجة تلك الصخرة سيدمر المدينة، علينا إيقافه. هيا علي تحطيم الصخرة. لا أحد يستطيع تحطيم تلك الصخرة، علينا أن نوقفها. لكن الوسام سيثبت أنني قوي جدا وسأعلقه في غرفتي. أنت قوي جدا، وإن ضربت تلك الصخرة ستطير عاليا. لنجرب شيئا آخر، سأركض بشكل دائري حول نينجا الليل ومحاربيه. أجل، سأطير بالزاحف للداخل لنتمكن من تحطيمها. لا، لنحملها للمقر. حسنا، هيا بنا. سرعة القط الخارقة. والآن لنحملها إلى المقر. لا ضير من محاولة واحدة. عضلات الزاحف الخارقة. زاحف، لقد أفسد خطتكما ولم تترك أرجله الصغيرة أثراً، والآن شاهد كيف يستخدم سيد النينجا كل قوته. ضربة النينجا ساحقة. الملعب، لا، رياح الفومة. زاحف التقطها. التقاطة رائعة. شكرا، لما لا أحاول مرة أخرى؟ ها، لكن سأكون حذرا. أنا أعلم جيدا أن باستطاعتي الحصول على ذلك الوسام. ذلك الزاحف لا يملك أي تأثير. حقا، سأنجح في المرة القادمة، سترى. نطحة محاربي نينجا القوية. 1، 2، 3. ماذا؟ أنا قوي بما يكفي. الزاحف محطم الصخور. لم تتحطم بعد. محاولة أخرى. عند حد معين يصبح الوضع سخيفا. هل استخدام نينجا الليل لأعمدة الإنارة في ضرب الصخرة لم يكن سخيفا؟ وجدتها. سوف أحطمها وسترون، حتى وإن اضطررت لضربها بأقوى مبنى في المدينة. واحذروا ما هو. ليس بمقرنا. ماذا لو تحطم؟ لن نكون المقنعين الصغار من دونه. لا يمكنك فعل ذلك يا نينجا الليل. ظننتك ستفهم أيها الزاحف، فقد حاولت تحطيم الصخرة أيضا. اقفزي. يا إلهي، لن أسمح بحدوث هذا. لا، لا، تتجه نحونا الآن. لا تقفوا هكذا محدقين. كان ذلك هو شيكا. خرج النينجا عن السيطرة، وهذا كله بسببي. عضلات الزاحف الخارقة. أنا آسف، كان ينبغي أن أضع الصخرة في المقر الرئيس ولم أفعل، وأوشكت الصخرة أن تصطدم بكما. لا بأس، أعدنا المقر كما كان. لكنكما تعرضتما للخطر، الجميع في خطر طالما الصخرة موجودة في المدينة. كنت محقاً بهذا. استعدوا للصدمة والذعر. إن استخدمنا هذا
ستضرب الصخرة بقوة أكبر. مستحيل، حان وقت البطولة، لقد اكتفينا من تلك الصخرة. لن يوقفني أحد أيها الزاحف الأحمق، الوسام سيكون ملكي أنا. زاحف لا، ابتعد، سوف أتخلص منها. عضلات الزاحف الخارقة. واو، كانت تلك حركة خارقة بالفعل. أجل، لا أعلم ماذا حدث لي، شعرت فجأة بأنني أقوى من أي وقت. هذا لأنك أردت إنقاذنا من الخطر واستعملت كل نقاط القوة الخارقة لديك. محقان، أعد الوسام لي، إنه ملكي. لن يكون لك أبداً. لكن أنا من حطم الصخرة ورميتها على مقركم الرئيس. أنت رميتها، لكن زاحف من حطمها بقوته الخارقة. هذا غير منطقي، كيف يعقل أن يكون الزاحف أقوى مني؟ لأن القوة الحقيقية نابعة من اهتمامك بأصدقائك. أين التسلية في ذلك؟ لا بأس، احتفظوا به، لكنني سأعود في وقت غير متوقع أيها المقنعون. محاربي نينجا، سأرسلكم مجدداً إلى المعبد الجبلي لمزيد من التمرينات. أنت تستحق الوسام عن جدارة. شكراً، لكنه من مكان بعيد وهو مرتبط بأسطورة، من يحتاج إلى وسام على أي حال؟ سأضعه في المتحف ليراه الجميع. رائع، وربما هناك طريقة أخرى لإثبات قوتك مجدداً. فلنهتف معا نحن المقنعون، أنقذنا الموقف والناس نائمون. لابد أن الذي حطم تلك الصخرة قوي جدا، من الذي فعلها؟ إنه اللغز.